مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. أباكم شو هو اليوم؟ اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر. كاين كذلك يوم 5 ديسمبر يوم عالمي، أنا نسميه يوم عالمي، هو اليوم اللي دخلت فيه القضية الجزائرية حيز الدراسة في الأمم المتحدة. الرادو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل. عبد القادر الجاوي ولد في تلمسان سنة 1848، وبعد دراسته في مسقط رأسه انتقل لمتابعتها في كل من فاس وطنجة وجامع القراوين. إذن أحبائي كما وعدتكم، عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية العنكبوت والطفل. دل دسترخان بچھایا دعوت عشق ہے، دل دسترخان بچھایا دعوت عشق ہے، ہے قبول دعوت. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. وانتم يا احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. عيد ميلادك احلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصه عمو يزيد؟ اذا اجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. اجمل هدايا يهدوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصه مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابه عمو يزيد بالعربيه او اللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد مع عمو يزيد.